انا عارف انه قلبك حنين يا بهيره. ما تحطش ايدك عليا. بهيره وحياتك انا عاوزك توصلي لي عند حبيبتك بيسه. ايه رايك؟ ها نضف ما نضف نضف. شهيره شهيره بيسه واخده مني موقف ومحدش هيعرف يحله غيركم. انا عارف انها تسمع كلامكم. ويا ريت يا حبيبي، وانت شايف ايديا مشغوله مزروطه الدنيا. ودي ايدين اتخلقت عشان الكلام الفارغ ده. عنك انت يا حبيبتي عنك. اتفضل. ما تقشر لنا البصل ده وخليه جدع بقى. حاضر حاضر. بيسه دي اول حب حقيقي في حياتي، ارجوكم فهموها. امتى بس وشغل البيت كله على دماغنا. كله الا الغسيل، خصوصا التنانير. تنانير ايه؟ انت ناسيه البرديات والشراشف؟ انا تحت امركم اي حاجه، غسيل، مكوى، تسييل ارض، اي حاجه. كلمتوها؟ هي معصلقه شويه، لكن احنا شغالين، ما بنولش يعني. انا مش عارف اشكركم ازاي. طب اشتغل. حاضر. اشتغل انت ابن حلال. شايفه شايفاك. رجعهم تاني. عايزك بقى تسيق الحته دي. ها؟ حاضر. وحياتك. وتحت الترابيزات. حاضر. وتشيل السجاجيد كلها تنفضها من بره. حاضر. ها؟ والتواليتات عايزها زي الفل، تغسلهم كلهم بالقوم. حاضر. وحياتك. وصفائح الزباله. حاضر. تقلب الزباله وتغسل الصفائح من جوه بالقوم، عايزاهم فل. حاضر. وحياتك. والبلاليح تسلك البلاليح. حاضر. كل تسلك بلاعه برضه تنظفها من جوه بالقوم وزي الفل. حاضر. وحياتك. وادي العده اللي هتشتغل بيها، شايفها؟ دي عدتك يا حبيبي. فين الواحد يلاقي شغاله مريحه زي دي؟ ده احنا تهد حنا يا جدع. من بكره الفجر هبعته يجيب العيش والخضار وليفه للحمام. بس هنعمل ايه بعد ما يصطلح هو وبيسه؟ اخ دول مش لازم يصطلحوا ابدا. مش تبارك البهيره؟ على ايه؟ حنجي خطابها النهارده. ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ الراجل برضه عاوز يستقر؟ نفسي من زمان في بنت الحلال. نفسي من زمان في ابن الحلال. مبروك يا بهيره. ميرسي ميرسي قوي، ميرسي قوي قوي. غصان فين بقاله كام يوم؟ يا داهية لا يكونوا اصطلحوا وفقسوا الفولة، يبقى مقلب. هنسيب المذاكرة ونرجع للطبيخ. طبيخ ايه؟ الغسيل. الشراشف. والتنانير. تنانير. انت بتاكل ايه؟ شراشف. هات شرشوفة يا اخي. وفضل العرب على الحضارة الأوروبية معروف، وهم أول من اخترعوا الصيف وذلك حتى عشان أساتذة، وكبر اللي حيلا يعتبر رفاعي حتى عشان اعترف تبرع هذا التصنيف فيعتبر هذا. ازيك يا بهيرة؟ كويس؟ الحمد لله. هو الفرح امتى؟ فرح؟ فرح ايه؟ الله بهيرة بهيرة.
مالك؟ سابني. ايه؟ سابني وعلى كتفي تلات عيال. عيال ايه؟ اللي كنت هخلفه منه. دي بتقولي ايه؟ فسخ الخطبة يعني؟ ايوه. وايه السبب؟ اصل خطب شهيرة. مش ممكن، مش ممكن يعمل كده. بنت بختك يا اختي. معلش، معلش يا بهيرة. والعرب هم اول من اخترعوا الصفر. بيسه حمدي، مالك يا حمدي؟ عيان وبجد المره دي مش تمثيل. من امتى؟ بقالي كام يوم. ولوحدك؟ يعني لو كنت مت ما كانش حد حس بيا. بعد الشر عليك. كان عندك ايه؟ في دواء بتاخده؟ انا ما اقدرش اخرج خالص. طب مش كنت تنده علينا؟ وخطيبتك ما جاتش تزورك ليه؟ خطيبتي؟ خطيبتي مين؟ بهيرة. يا شيخة هو ده وقت هزار. ما تحاولش تنكر، هي قالت لي بنفسها انكم مخطوبين. هو على مود ده شيء ما يهمنيش. عن اذنك قبل ما خطيبتك تطب وتلاقيني هنا معاك. بيسة. بيسة. أظن في موضوع لازم نسويه مع بعض. اوعى تلمسني، تاخد فيها ست اشهر. يا شاويش. نعم. يا خرابي ده جاهز. لا خلاص، أنا سامحته يا شاويش. العظيم زي ما بقول لكم كده، وهو ده المكان اللي بيتقابلوا فيه هم الاربعه في السر. بصوا. بعد شويه هتلاقوا حسونه زردولس خارجين من جوه، طبعا بعد ما هيصوا معاهم شويه. النجوة، أنا أذنت لك تلبسي لبس التنس يا ريت. اخرس يا بتاع بهيرة. إيه؟ إحنا اتهزقنا قوي في البلد ده يا رجالة. أنت اتجننت يا بنت؟ اخرس يا بتاع شهيرة. أي أي كفاية. يا بي ها؟ وانت يا روح ايه رايك في زغلول؟ وانت يا ست بهيرة مش كفاية عليك يا حمدي؟ صلوا على النبي يا رجالة. صلي يا بهيرة. صلوا.
بيوتهم. علقتين في يوم واحد. انا اللي الصبح مضروب وبعد الظهر معدوم عجبي. طب والعامل؟ انا هقوم اخد حمام. خد لي معاك انا مش قادر. نار يا حبيبي نار فل بالزيت الحار قلبي مولع نار اسمر اسمر راني ابو دم خفيف. انت لسه تيجي هنا؟ في موضوع خطير عاوز اقولك عليه. مش معقول. انا شفته بعيني.